جماعه انا هبتدي اتاك، ربنا يستر. مش عارف، ما عنديش انطباع قوي، لسه بتعود. ربنا يوفقك يا ايرن يا ابني، ربنا يوفقك وتعيش او تموت عشان نرتاح لانك مزعج جدا. خلصت الحلقه الثالثه وبنام. اوكي كنت نمت فعلا وكنت هنسحب بعد الحلقه الرابعه، بس اللي حصل في الاخر ده صحاني. طب كمان واحد. خلصت الحلقه السادسه، حلو قوي كده. النهارده اليوم الثاني، الهدف النهارده هو الوصول للحلقه العاشره. خلصت الحلقه السابعه، ظهور العملاق اللي بياكل في اخواته دوت. وعاوز اقول بس ان انا بتفرج على ستارز بلاي، وعاوز اعرفهم بواحد صديق ليا ممكن يشتغلوا معاه ويعملوا معاه شغل كويس قوي، اسمه السكيب انترو باتن. زي ما توقعت بالظبط، ايرن كان لابد في قفل عملاق وكان بيستخدمه عن طريق ال زي ما توقعت بالظبط. نعم ما عنديش حاجه اقولها. خلصت التارجت بتاع النهارده، خلصت الحلقه العاشره. مش قادر اقول ان انا مبسوط قوي، التقدم اللي بنعمله في كل حلقه قليل، والحزق الياباني لسه ما طبعش معايا لغايه دلوقتي. اليوم الثالث، هدفي النهارده اوصل للحلقه 14. يا رب اسمع اي حاجه مختلفه عن لا احد يتذكر الازهار التي تم دهسها ايتها الحسالة. حلوه الحلقه 11 دي، فيها احداث وجريت كده رغم ان زمانها طويل، ولكن حصل فيها حاجات فحسيت انها خلصت بسرعه. يا رب كله يبقى كده. الحلقه كلها خلصت في ايرن اللي مرمي على الارض ومش عايز يقوم من مكانه. يا جدعان محتاجين نتحرك شويه، مش كده امال. الخبر الكويس ان الحلقه 13 حماسيه وحلوه عجبتني. الخبر الوحش ان انا نمت تماما خلاص، وهضطر انسحب قبل حلقه من اللي كنت عاوز اخلصه. اليوم اللي ما اعرفش كام بالظبط، والهدف النهارده بص هو المينيمم بتاعي كل يوم 3 حلقات، ولو شطور هوصل لاكتر من كده، ولو باللي انا حاسس بيه دلوقتي هوصل لاقل من كده. حيل وحلقه المحاكمه اللي هي الحلقه ال 14 في الموسم الاولاني ده، على اعتبار انه ممكن يكون في محاكمات تانية وانتوا بتتلخبطوا، انا لسه جاي لكم في الطريق. لما ابتديت اتفرج على اتاك كنت متخيل ان المشاهد اللي هتعجبني اكتر وهتم بيها اكتر هي اللي فيها صراع مع العمالقه او حاجه زي كده بصفتها، يعني العناصر الغريبه او الجديده اللي في العمل. بس احنا بقالنا حلقتين من غير عمالقه خالص، اللي هم ال 14 وال 15، اعتقد انهم افضل حلقتين شفتهم لغايه دلوقتي. او سؤال معلش، هو لسبب ما من الحلقه ال 13 ولا ال 14 الانترو اتغيرت، بقت موسيقى تانية خالص وطريقة غنى مختلفة تماما، بس الراجل اللي بيترجم لسه مصمم على موضوع الأزهار اللي مش عارفين اسمها والحسالة والبهائم والحاجات دي، هو مكسل ولا هو نفس الكلام بيتغنى بطريقة تانية؟ أنا مش متأكد يعني. عجبني المشهد بتاع تخريج دفع جديدة دوت، والناس اللي كانت مترددة في إنها تنضم للكشافة، والناس بيخرجوا منهم بيهربوا يعني، وهم واقفين وبيجاهدوا نفسهم بصريا، كان حلو ومعبر يعني، عجبني المشهد جدا. ساسبنس السنين، المطاردة الأخرانية دي. بعدين بقى في المطاردة اللي مش عايزة تخلص دي، بقى لهم حلقتين بيجروا بالحصانة. من المشاكل اللي مقابلاني ان انا مش عارف مين يبقى مين قوي، لسه مش عارف اتعود على الشخصيات كلها، مش مجمع الاسماء وبتاع، يمكن نصهم مثلا، الباقي كله ضايع مني. الحمد لله نزلوا من على الحصان، ودي الإشارة بتاعتي لإنهاء هذا اليوم. بس ده مؤشر مهم للنمط بتاع المشاهدة. امبارح كنت عايز أشوف 4 حلقات، قدرت بالعافية أشوف 3. النهاردة كنت عايز أشوف 3، انتهى بيا الأمر إن أنا شفت 6. المستوى متفاوت ودرجة اهتمامي بتتفاوت، ده شيء كويس. اليوم اللي معرفش كامل حقيقة، بس النهاردة الخطة إني أعوض امبارح. امبارح ابتدينا بالحلقة رقم 20 ونمت في نصها للأسف. حلقة حماسية جدا، مش مشكلة مع الحلقة الحقيقة، بس أنا نمت، الغلطة عندي أنا يعني. مهم، شفنا الحلقة 20، متوجهين للحلقة رقم 21. حلو حلو الكلام، عجباني النظريات الجديدة والفكرة الخائن اللي جوه والكلام ده كله. ونشوف interesting. حلقة عاطفية قوي بتاعت عودة الناس وهي راجعة من البتاع ده، الواحد تأثر يعني. حلقة الكشف عن مخطط آني ده، دي مربكة شوية، أنا مش قادر أقول إن أنا فاهم أبعد الدنيا شوية، والترجمة مش مساعدة، ومش عارف، دي من مشاكلي مع الموسم كله على بعضه. بس تعالوا نتكلم في الموضوع ده بعد ما الموسم يخلص خالص. أسئلة كتيرة قوي 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 لازم تتجاوب،
في الحلقة الأخيرة من الموسم، وإلا يمكن يكون عندي مشكلة. طيب كده الموسم خلص، ممكن نتكلم بالتفاصيل شوية. أنا كنت في وسط الموسم في مرحلة من المراحل ابتديت أفكر أعتذر للناس إزاي وأصرف نظر إزاي وما كملش إزاي، بس الطريقة اللي الدنيا خلصت بيها أفضل بكتير مما كنت أتخيل أو مما كنت أتوقع. مش عارف أنا كنت بتوقع دي، يعني دي فيها برضو حتة اعتبار مني كده، ان الرأي الجمعي في الحتة دي ممكن يكون غلط وبتاع، ويمكن يكون هو ده اللي اداني شوية ثقة ان انا اكمل المشاهدة. وده كان في محله، يعني مش عارف فهمت حاجة من اللي انا قلتها دي ولا، بس ايا كان. في حتة الاسئلة، الاجابة على كل الاسئلة اللي انا كنت متوقعها ما حصلش. احنا انهينا الدنيا على وتيرة ان احنا عندنا لغز واحد كبير، ده اللي المسلسل بيراهن عليه، لخلق حالة من حالات الإثارة والترقب على حساب الإثارة والترقب بتاعت ظهور العمالقة ومحاربتهم والكلام ده كله، لأن ده كان أقل مما توقعت بكل تأكيد. اللي مفيد أكتر هو الأسئلة، أو اللي مخليني عايز أكمل هو الأسئلة. مين دول؟ جم منين؟ إيه سر التحول؟ إيه اللي وراء آني؟ إيه اللي موجود في البيت بتاع إيرن اللي إحنا عاوزين نكتشفه؟ أنا كمشاهد عندي عدد من النظريات أو عدد من الأفكار اللي جت في بالي أو كلام زي ده، هنتابعها على طول على حساب ان احنا كنا نبتدي بلغز وننهيه ونفتح باب للغز جديد. ودي وتيرة او اسلوب تاني بيستخدمه بعض، بتستخدمه مسلسلات اخرى، ولكن مش ده اللي موجود هنا. ده مش مضايقني انا دلوقتي، لان انا عندي الافضليه بتاعت ان انا اخلص الموسم الاول ادخل في التاني، واتخلص التاني ادخل في التالت، واخلص التالت ادخل في اللي اتعرض من الرابع، واخلص الرابع على بدايه اللي بعده، فمش هيبقى عندي ازمه من دي. بس بمنتهى الامانه، انا لو كنت بتفرج على ده وقت عرضه والموسم ده خلص ومضطر استنى لغايه لما الموسم التاني يتعرض، كان هيبقى عندي مشاكل. على مستوى الترجمة الموضوع صعب قوي. احنا اتفقنا ان احنا في الموسم الثاني هنجرب الترجمة الانجليزي، لان الترجمة العربي مش بس على ما يبدو غير معبرة، هي في احيان كتير ملهاش معنى، يعني الكلام مش راكب، ملوش معنى، مش موضح الدنيا على الاطلاق. اتمنى ان مع الترجمة الانجليزي الدنيا تكون افضل شوية. تعدد الشخصيات اللي كان بيشكل لي مشكلة في البداية، على النهاية بقى افضل شوية، بس مش في افضل احوالي. انا خدت وقت طويل علشان افتكر مين يبقى فين في بعض الشخصيات والبعض الاخر لا، لدرجة ان انا في نهاية الموسم اني ديت قعدت اعاني شوية عشان افتكر دي كانت مين وبتعمل ايه وليه مهمة والامور دي كلها. التجربة البصرية مختلفة، منعشة، بتخليك تقدر قد ايه الناس بتحاول تستخدم فريمات قليلة جدا ومن بعضها، بعض الفريمات الستاتيك الثابتة تماما للتعبير عن بعض الأمور، فالقيمة الفنية لكل فريم أعلى بكتير من حاجات تانية كتير أنا شفتها، ولكن القيمة الفنية ديت لا تعوض ممكن المشاهد يستخلصه لما يكون كتير. ففي مشاهد كتير ما كنتش بفهم نتيجتها، وهما كانوا بيعوضوا ده بأن في شخصية تحكي إيه اللي حصل أو توضح إيه اللي حصل، ودي طبعا أعتقد أنها نقطة ضعف بالنسبة لي أنا على الأقل في تجربة المشاهدة. المهم الموسم الاول حلو، النص التاني احسن من النص الاولاني بكل تاكيد، وادى قيمه كويسه الموسم الاول للنص الاولاني، ومترقب الموسم التاني اللي ممكن ابتدي اشوفه دلوقتي، اصلا مش فارقه كتير. بعد ما خدت استراحه يومين او ثلاثه تقريبا مش متاكد، برجع النهارده الموسم التاني من اتاك اون تايتن، والخطه ان اشوف ثلاث حلقات او اربعه. احنا على الرتم ده مش هنخلص على فكرة. كبر وبقى راجل وبقى بيتكلم ما شاء الله، حصل لي شوية لخبطة في الجدول الزمني للأحداث مع الحلقة التانية من الموسم التاني. الوضع التنس قوي، كنت واخد قرار ان الحلقة الرابعة لو خلصت من غير كليف هانجر جامد هقوم انام، شكلها كده مفيش نوم. حصل لنا الشرف يا ست هيستوريا، بعد اذنك بقى هقوم انام ونبقى نكمل الموضوع ده بكرة إن شاء الله. يوم جديد مع أتاك أون تايتن بعد ما شفنا خمس حلقات من الموسم الثاني، دلوقتي داخل على الحلقة السادسة. مفاجأة من العيار الثقيل بتطرح السؤال، هو إمتى المفاجآت بتتخطى الحدود المسموحة للمنطق؟ وفي عمل زي ده هي حدود المنطق مرسومة فين بالظبط؟ الحلقة السابعة اللي هي الحرب اللي حصلت ما بين ايرن وما بين رينر وبرتهولد ودوت، ولا معرفش مين، كانت حماسيه قوي، عامله زي الماتش بالظبط، سخنت معاه. عجبني التشريح اللي قدمه هانز لو انا فاكر صح لشخصيه ايرن، انه على الرغم من انه شخصيه مزعجه وعيوطه
ويجعجع يجعجع يجعجع وبعدين ياخد على دماغه. بس من المفترض ان ده شيء ايجابي بصراحة. اشتريت بعيدا عن الهزار يعني. طيب هننهي الجلسة الليلة بنهاية الحلقة التاسعة اللي فيها الحوار بتاع الشجرة، ييمير وإيرن على إيدنا اليمين وراينر وبرتهولد وده على إيدنا الشمال، وقعدنا نحلل شخصيته الحلقة كلها عشان نقول إن هو كان محارب بس بقى جندي، فعنده تضارب عاطفي جوه قلبه محتاج درجة من درجات الاتزان، وبعدين فصلت منهم وكبس على إنه نكمل بكرة إن شاء الله. دلوقتي إحنا في اليوم اللي مش عارف نمر كام بقى، خلاص بطلت عد. بس أنا النهاردة عملت حصر كده لعدد الحلقات الفاضل قبل النص التاني من الموسم الرابع اللي هو اللي المفروض إن أنا بجري عشان ألحقه يعني، وعرفت إن المعدل السليم اللي المفروض أمشي عليه هو 5 حلقات كل يوم، فتحدي صعب. عجبني نمط الموسم ده، بس إحنا عندنا أسئلة كتير قوي والشخصيات بتتعمد إنها ما تسألهاش. بصراحة أنا عندي مشكلة مع الموضوع ده، يعني إحنا قعدنا 2 حلقات على الشجرة عاملين زي المسانيس كده ومحدش سأل أنت إيه اللي حولك ولا أنت جيت منين ولا كلام زي ده. ما أنا فاهم إن المسلسل عاوز يأجل الإجابة على السؤال ده عشان هيعمل لحظة كبيرة وكلام زي ده، بس المفترض إن الشخصيات اللي قدامنا عندها أولوياتها. الأخ إيرن اللي عمال يتخانق مع دبان وشه دوت، ما يسأل السؤال يحرجهم يا جدع، ما تجاوبوا يا عم في إيه. دخل على الحلقة الأخيرة في الموسم الثاني، حلو النمط بس الدنيا سخنة. وبذلك ينتهي الموسم الثاني. وأنا قلت أكتر من مرة إن أنا عجبني قوي النمط بتاعه أو الأسلوب بتاعه أو البناء بتاعه، لأن الموسم الثاني كله على بعضه عبارة عن مهمة واحدة، بعكس الموسم الأولاني اللي كان فيه انتقال زمني كبير وتعريف بعدد كبير من الشخصيات. إحنا المرة دي يعني الموسم الثاني ده كله على بعضه، لو إحنا في فيلم تفسيري ليه إنه هو فصل واحد مش حاجة متعددة الفصول. بدأنا مع الاختراق بتاع السور وكملنا الحدوتة بتاعتنا لغاية لما وصلنا لكلمة النهاية اللي فيها الإجابة عن أصل العمالقة، إنهم في الأساس بشر من خلال القرية بتاعت كونيو، ولسه طبعا في تفسيرات أكتر. الإثارة كانت مرتفعة شوية على الرغم من التطويل اللي أنا ابتديت أتعود عليه شوية، وتعلمت إن هو من المكونات الأساسية بتاعت الأنمي بشكل عام مش بتاعت أتاك بشكل خاص، بس معلش برضو مقاومات الدراما بالنسبة لي واحدة أنمي ولا مش أنمي. وفي شوية حاجات مش عارف يعني، أزمتي الكبرى في الموسم ده إن الناس ما تسألش الأسئلة الصح، لأنهم زي ما يكونوا صناع المسلسل اللي بيتكلم عارفين إن في معاد للكشف عن المعلومات ديت والتوضيحها والأمور ده، فمنعين الشخصيات من إن هم يهتموا بمعرفتها. الكشافين بتوعنا أو الشخصيات بتاعتنا عاوزة تموت رينر وبرتهولد. برتهولد كان اسمه لاعب في ألمانيا على فكرة، ومش مهتمين يعرفوا دول جايين منين ولا جابوا الموضوع ده منين ولا أصلهم إيه وإزاي بقوا عمالقة والحاجات دي كلها. في إشارات كتير لحاجات، عملية التخمين دلوقتي ممكن تكون أسهل شوية من الموسم الأولاني، بس الشخصيات بتاعتنا متواطئة مع الشخصيات الأخرى في الحفاظ على السر لأطول فترة ممكنة. طبيعة العلاقة ما بين هيستوريا وما بين يمير معقدة قوي، كل شوية تاخد شكل مختلف، كل شوية تاخد تفصيلة مختلفة، ما هياش من الحاجات المفهومة قوي أو المبررة بشكل كامل. الدور الجديد بتاع إيرن ظريف قوي، موضوع المنسق ده، وعلى ما يبدو أنه هو عنده قدرة على التحكم بالعمالقة أو أنهم بيعملوا اللي هو عاوزه، دي حاجة ظريفة جدا ومكون مهم جدا يخلي اللي جاي قابل للتطلع أو جاذب للاهتمام أكتر يعني. انا اظن ان انا هخش في الموسم الثالث دلوقتي، احنا كده بالفعل في نص الحلقات كلها، هم تقريبا 75 حلقه، احنا كده في الحلقه 36 تقريبا او 37، فاحنا كده في نقطه النص بالظبط، وده انجاز انا فخور بنفسي فيه واتمنى ان انتوا كمان تكونوا فخخير معايا. ويلا بينا نخش في الموسم الثالث على طول. اول حلقه في الموسم الثالث مربكه شويه، الشكل مختلف، شخصيات جديده، التركيز اكتر على الطبيعه السياسيه وموضوع الشرطه العسكريه، وبصراحه ديت من الزوايا اللي انا اصلا مش مهتم بيها قوي وبطفي شويه لما بتيجي. اعتقد كمان ان انا تعبت ومحتاج انام، انا يتهيألي دي اخر حلقه هشوفها النهارده، كفايه كده. بس كده حلو قوي، ايرن بيتحكم في العمالقه وهيستوريا هي الملك الشرعي، وانا ادخل انام. كل سنه وانتم طيبين، لسه يا دوب داخلين السنه الجديده وهنخشها مع الحلقة الثالثة من الموسم الثالث من أتاك أون تايتن،
مش عارف اذا كنت النهارده هجيب الكوته ولا لا، لان النهارده كان عندنا حفله وبصراحه كده ايه شكلها هتجيب نوم بدري يعني. نقعد بقى نشوف مين اللي هيحكم ومين اللي ما يحكمش ونسيب العمالقه ياكلونا. لا ده احنا كده داخلين على محاكمه ايرود، مش معقول نسيبها ونقوم يعني، تبقى اللي تزوق اصلا. هو الموسم ده من غير عمالقه ولا ايه؟ كده خلصت الحلقه السادسه من الموسم الثالث وتعبت خلاص، مش هكمل بقى النهارده. كان عاجبني الموسم قوي في صراع الاوغاد بتاع الحكم والسياسه والحاجات دي، كنت مبسوط منه قوي. وحشوني العمالقه بس عجبتني الالعاب اللي حصلت كلها. دلوقتي بقى عالم الماضي والذكريات المتدفقه معرفش مين لما بياكل مين بتجيله القدره بتاعت معرفش مين، واي حد يحتاس في اي قدره يقول لك قدره مهوله. مش افضل اوقاتي لغايه دلوقتي. يوم جديد ورحله جديده، وابتديت بالحلقه السابعه من الموسم الثالث، وحابب أؤكد على أني متفق مع الأخت هستيريا في كل كلمة قالتها. الولا إيرن ده ولا مزعج، وأنا عايز العمالقة تاكلهم كلهم. بعيدا عن كل أحداث الحلقة، هو أبي بالياباني يعني مطاطا؟ إيه ده، هو كيني هيتحول؟ أنا مش عاجبني الكلام ده. هو شخصية ظريفة وجذابة زي ما هو كده، حتى هو شرير وبتاع، بس حاسس إنه يطلع منه حاجات كويسة. لكن هو كله هيبقى عمالقة؟ مش عايز ابالغ واقول احلى حلقة في الموسم الثالث، بس الحدوتة بتاعت كيني حدوتة جامدة فعلا. كده تمام قوي النهاردة، مش قادر خلاص. تاني حلقة على التوالي عن خلفيات احد الشخصيات، وكمان مرة حلقة متميزة جدا. يوم جديد مع مسلسلنا المفضل كلنا Attack on Titan. هنستكمل الرحلة من الحلقة 12 في الموسم الثالث، اتمنى اكون صح. النهارده كان يومي منتج، لعبت تشامبيونز بس الحقيقه عملت ستريم ولعبت تشامبيونز جوه الستريم، ثلاث حاجات اهم. فالنهارده ممكن نتفرج على اتمنى اكتر من ست حلقات، نعمل انجاز بقى. ظريفه الحلقه، وخناقه اللحم ممكن تكون اكتر حاجه كوميديه شفتها في المسلسل لغايه دلوقتي. عوده مره اخرى لاجواء العمالقه والاثاره والمطاردات والاكشن والباب اللي اتقفل من جوه ومن بره، والطرفين هينزلوا دعك في بعض. راينر مات؟ كلام رجاله بقى والنبي، عشان انا زهقت من الناس اللي ما بتموتش دي. لسه راينر ما ماتش، واللي عمله برتولدو ده انا مش فاهمه ليه بعد قوي عشان يتحول الاول للعملاق الطويل مولة ده، العملاق البدر بنون ده، ليه لازم يبعد عشان يعمل كده؟ ما كان فرقع فيهم. صعبان عليا ايرن في ان بينما اغلب الامور المهمه بتحصل دايما بيكون متمطرق في حته ويتساب 3-4 حلقات كده يعني، يا اما يتربط ويترمي حلقتين ثلاثة قبل ما نكتشف في التاريخ بتاع هيستوريا، يا اما يمطرقوه فوق السور وبقالنا حلقتين ايروين وليفاي عمالين يتكلموا مع بعض وبتاع. ما ينفعش نشغله في حاجة مهمة في هذه الاثناء يعني. ارمين مات، ارمين رجع. حلوة الحلقة دي، حلوة الدراما، حلوة الفورمات بتاعت صوفيز تشويس بتاعت القرار الصعب، حلوة قوي السبب اللي ليفاي خد على اساسه القرار ان ارمين رجع. حلو ان احنا اخيرا هنقول باي باي لحد مهم. ايروين توكل وبفلسفة جيدة كمان. حلو الحلقة. لا حلو ارمين رجع. عم الحاج ابو ايرين بيحكي لنا حكايته، ادينا قاعدين. لا ده كده حلوت قوي، ده لعبوك كبير قوي يا باشا. بعد 59 حلقة بينتهي الموسم الثالث. هي حلوة جدا دراميا وعاطفيا، ممتازة الحقيقة. بكرة بقى ان شاء الله نبتدي الموسم الرابع اللي انا مش عارف هشوفه فين لانه مش موجود على ستارز بلاي لسه، هشوف الحكاية ولما ابدأ اتفرج عليه قبلها على طول اسجل لكم او اقول لكم الانطباعات بتاعت الموسم الثالث، لان دلوقتي متسفلت خلاص لازم انام بقى. طيب ايه بقى، انا شفت الموسم الثالث كملته امبارح، والنهاردة هننطلق مع رحلة الموسم الرابع اعتقد على جلستين ثلاثة. نقلنا العطا من ستارز بلاي لكرانشي رول، مفيش ابلي على التلفزيون، هنزله من على الموبايل وعمل سكرين ميرورنج وربنا يسهل يعني. انطباعاتي بقى عن الموسم الثالث، اول حاجة انا عاجبني الفلويديتي والتدفق والحرية وعدم التقيد اللي موجودة في الفورماتس بتاعة المواسم بتاعة المسلسل، لان الموسم الاولاني كان موسم بالمعنى الكلاسيكي او بمعنى اصح هو ارسى قالب معين، والموسم الثاني تمرد تماما على القالب ده وقدم زي ما قلت. والموسم الثاني يظل المفضل عندي، هو مهمة واحدة يعني. الموسم الاول كان مليان احداث ومليان تنقلات زمنية وامور زي دي، الموسم الثالث مليان احداث،
التنقلات الزمنيه اللي موجوده فيه جت في شكل فلاش باكس وقصص خلفيات لبعض الشخصيات وامور زي ده، وهو بكل تاكيد اغنى من الموسم الاول على مستوى عرض الشخصيات والقصص اللي اتقدمت والاسرار اللي اتكشفت والنظريات اللي تم طرحها والامور دي كلها، لدرجه الارباك الحقيقه، لان بعضها انا لسه مش ما وجدتش حاله من حالات السلام معاه او فهم كامل ليه، فده نحطه على جنب. بس عاجبني قوي ان احنا بنتحرك في الفورمات، احنا عندنا حدوته وعندنا افكار وعاوزين نقدمها، وده بيعبر او بيعكس اعجابي الحقيقي بالارت فورم، وده واقع مش مجامله. عارف ان انا محتاج اجاملكم يعني، بس من غير مجامله خالص، الارت فورم هايل، التنوع والحريه اللي بتكلم عليها دي، التقيد بشكل الرسم اللي موجود. حقيقة ما عنديش خلفية او لسه ما قريتش هو ده مرسوم بالايد بنسبة 100% ولا لا، بس قلة الفريمز التمسك والولاء، لان احنا نعبر عن عواطف معقدة جدا وعن قرارات صعبة جدا باقل عدد ممكن من الفريمز، بيخلي اللي بيرسم الفريم الواحد بيبدع فيه لاقصى درجة ممكنة، وبيعبر من خلاله عن حاجات كتير قوي على المستوى الدرامي. فانا الارت فورم تمام جدا معايا، المشكله في الدراما اللي بيتم تقديمها من خلال الارت فورم ده انها في بعض الاحيان بتكون مربكه فعلا. الموسم الثالث بالنسبه لي كان كله ابس اند داونز، في لحظات كتير انبسطت فيها وفي لحظات كتير جدا كنت خلاص هموت من الملل مش قادر يعني. بس نهينا على نوت هايله، مش قادر اقول ان انا فاهم الروابط الدراميه بتاعت كل حاجه حصلت في الموسم ده، في حاجات كتير لسه في مخي انا زي ما يكون ملهاش معنى قوي او ما اقتنعتش بيها قوي او مش متاكد اذا كان فيها فجوات ولا لا، ودي الازمه، مش ان انا مش بس حاسس ان في فجوات، انا مش متاكد اذا كان في فجوات ولا لا. بس المهم، انا فخور بوصولي لهذا العدد من الحلقات، وفخور باني شكلي حنهي الموسم بوقت كافي قبل الحلقات الجديده اللي ان شاء الله باذن الله هكون فيها معاكم، ويلا ننطلق في مغامرة النهاردة. هو ده كده يبقى بريكول ولا سيكول؟ شكل المجتمع بتاع مارلي والإلديين ده جامد قوي، فكرة ان في حد يستعبد حد لدرجة ان هو يبقى متعاطف معاه بهذه الدرجة وعنده الرغبة ديت في انه يقاتل معاه والكلام دوت، فكرة حلوة، واعتقد انها لازم هتتعرض للانقلاب في وقت ما. فمطاطا دي مش يعني ابي، مطاطا دي بتيجي مكان اي حاجه تقريبا. هو المفروض المفاجاه اللي حصلت في الاخر دي نكون متوقعينها مثلا ولا ايه؟ متاكدين ان الموسم ده في نفس المسلسل يا اخوانا؟ انا مش عارف اخد نفسي. المعركه اللي فاتت دي بتبرر وبتكافئ مقابل كتير من الحاجات اللي ما كانش ليها معنى في قبل كده. بس اخيرا وصلنا لنقطه ممكن اوقف عندها واقوم انام. بس عايز اقول ان اللي فات ده من الموسم الرابع اللي هو نصه تقريبا افضل اوقات المسلسل. سنحارب البرد ونزلة البرد اللي بنعاني منها لكي نخوض غمار ما قد يكون اليوم الاخير او القبل الاخير من مشاهدات اتاك اون تايتن، قبل ما اتاك اون تايتن الجديد يبتدي اللي هو كمان 4 ايام تقريبا او حاجة بالطريقة ديت. Let's go. بداية على الهادي اليوم الحاسم ده، بس عاوز اقول ان الموسم ده حقيقي مختلف حتى في العناصر الفنية، على مستوى المونتاج على مستوى الحوار حاجة تانية. ايقاعنا هادي شوية بس الحمد لله لسه ما دخلناش في اجواء المط والتطويل اللي كنت متضايق منها قبل كده. من المفهوم والمقبول ان احنا لازم يكون عندنا صعود وتهدئة شوية قبل ما نطلع تاني وبتاع، فتمام. مشهد الحوار ما بين جابي وكايا ممكن يكون افضل مشهد حواري، بلاش افضل، بلاش الحاجات المطلقه ديت، من افضل المشاهد الحواريه في المسلسل كله. تنوع كويس في الاجواء، رجعنا لاجواء الشك والانقسام والشك في ابطالنا وفقدان السيطره على مستوى الجيش او الكتيبه بتاعت الاستطلاع والكلام ده، ودي حاجه مش جديده زرناها قبل كده، بس طرحها كشكل من اشكال التنوع داخل نفس الموسم شيء كويس. بس ايقاعنا هبط كتير، العملية اتنيلت بنيلة على الاخر على جميع الاصعدة في المسلسل وفي البرد اللي عندي. ايوه كده الاجواء ابتدت تسخن تاني، مبسوط انا بالكلام ده، مبسوط ان احنا شفنا خناقة مع عملاق تاني، ومبسوط انها ما طولتش اكتر من اللازم، لان خلاص التفاصيل بتاعت الحاجات دي شفناها مليون مرة، محتاجين نتحرك لقدام. وانا الان مقبل على الحلقة الاخيرة، اخر حلقة من الحلقات اللي موجودة عندي، بعد كده هقعد استنى الروس هتتساوى، هبقى زيكم خلاص. اوكي طلعت بعد غلط، حلقة كمان وتتساوى الروس، بس كده بقى اقدر اقول ان الروس اتساوت. تقلبات شديدة جدا في الموسم ده،
أغلبها حلو، المفاجأة بتاعته جامدة، ما حسيتش إن فيها درجة ملائمة مرتفعة، ما حسيتش إن فيها شغل أفلام هندي كتير أو حاجات بالطريقة دي. ولكن في بعض التقلبات زادت عن الحد شويتين، زي اسمها إيه، بيك، اللي هي العملاق العربة دي، أنا معاكم أنا ضدكم أنا معاكم أنا ضدكم، فاهم مفهوم موضوع نواياها والحاجات دي كلها، والنتيجة اللي وصلنا لها كويسة، بس يعني كانت تقلبات مش أشيك حاجة في الدنيا. عاوز أقول كملاحظات عامة إيه، التتر، أغنية التتر بتاعت الجزء ده بتاعت ال 15 حلقة اللي فاتوا دول هي الأفضل في رأيي ما بين كل اللي فاتوا. أنا عارف إن الحلقات اللي إحنا مقبلين عليها هيبقى لهم تتر مختلف تقريبا، ممكن يتفوق عليه ممكن لأ. عاوز اقول ربنا يكون في عونكم ان انتوا وقفتوا عند الكليف هانجر اللي احنا وقفنا عنده ده، ومستنيين بقالكم انا مش عارف قد ايه، شهور يعني كتير، انا 4 ايام وبفرك، انا مش متعود، انا بقف على الكليف هانجر اخش في الحلقة اللي بعده من ساعة لما ابتديت اتفرج. ف ابطال، برافو عليكم بصراحة. حاجة تانية كمان عايز اقول لكم عليها، عايز اشكركم الناس اللي بيتابعونا على تويتر، بيتابعونا على الستريم، من ساعة لما عرفوا ان انا بتفرج وانا بشارك معاهم بعض الاراء وبعض الافكار وحاجات بالطريقة دي، محدش فيهم حاول يحرق لي اي حاجة. في ناس كتير منهم كانت بتحاول تقول لي انت داخل على الجد، داخل على اللي احسن، داخل على اللي افضل، كلام زي دي، ومحدش حرق لي حاجة خالص. فاشكركم، ده مش سهل انا عارف، وانه الناس كلها تتفق على ده فده شيء يحترم جدا وليه تقدير كبير عندي. مش عارف لما الحلقات تشتغل التغطية بتاعتنا أو المناقشات بتاعتنا فيها هيبقى شكلها عامل إزاي، دي حاجة هفكر فيها في الأيام اللي جاية. بس خلاص، أنا بقيت واحد منكم يا ولاد، ربنا يكرمنا جميعا.